جولة على المشهد السياسي والزميلة ريف عقيل. مرحبا. من لحظة حادث مجد الشمس والحراك السياسي ينشط على خط الاتصالات المحلية والإقليمية والدولية لاحتواء أي رد إسرائيلي في ظل إصرار العدو على اتهام حزب الله بصاروخ ملعب كرة قدم. ومجددا عاد هوكستين إلى التواصل مع الأطراف اللبنانية كافة بعيدا عن الترسيم والرئاسة والتسويات الحدودية، وذلك في ظل تقدم مخاوف الحرب على المشهد الميداني. وفي المعلومات أن الجانب الأمريكي ومعه العدو الإسرائيلي استغل حادثة مجد الشمس لتوسيع الشرخ مع الأقليات في وقت أصر فيه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط ومن خلال الاتصالات مع هوكستين على خوض معركة الانتماء العربي للموحدين الدروز وإلى جانب المقاومة الإسلامية. أما على خط الحكومة فقد علمت الجديد أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعود يوم الاثنين إلى بيروت، إلا أن الاتصالات سواء كانت على مستوى الحكومة أو على مستوى الرئاسة الثانية انطلقت بعد حادثة مجد الشمس وهي لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وتحديدا مع الإليزي وبريطانيا والولايات المتحدة ممثلة بالسفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون والموفد الرئاسي الأمريكي أموس هوكستين، ومن خلال اتصالات مباشرة مع كل الأطراف اللبنانية وغير مباشرة مع حزب الله. وهذه الاتصالات نتج عنها بيانات لوزارة الخارجية والرئيس نبيه بري وكلها لوقف التصعيد والاعتداءات والتزام كل الأطراف اللبنانية أو الدولية بالقرارات الدولية. هذا وتقول مصادر وزارية على خط هذه الاتصالات أن الأجواء والتقديرات لا تشي بحرب شاملة على لبنان، فيما ينقل دبلوماسيون عرب وأجانب أن العدو الإسرائيلي قد يتجه إلى رد موضعي قوي ولكن على نحو لا يقود إلى حرب شاملة أو أي تغيير في قواعد الاشتباك. وفي المعلومات أن لبنان تبلغ بشكل واضح بأن إسرائيل ستقوم في الساعات المقبلة بضربة تستهدف من خلالها مدنيين في لبنان. على خط آخر يصل إلى بيروت يوم الأربعاء موفد بريطاني في زيارة استطلاعية تشمل ملفات عدة بينها احتمال حدوث رد إسرائيلي على الأراضي اللبنانية. أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اتصالات دبلوماسية وسياسية في إطار متابعة الأوضاع الطارئة المستجدة والتهديدات الإسرائيلية المتكررة ضد لبنان. وشدد رئيس الحكومة خلال هذه الاتصالات على أن الحل يبقى في التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار الدولي 1701، وذلك للتخلص من دورة العنف التي لا جدوى منها وعدم الانجرار إلى التصعيد الذي يزيد الأوضاع تعقيدا ويؤدي إلى ما لا تحمد عقبه. كما جدد رئيس الحكومة وخلال هذه الاتصالات التشديد على موقف الحكومة بالأمس بإدانة كل أشكال العنف ضد المدنيين، وأن وقف إطلاق النار بشكل مستدام وعلى كل الجبهات هو الحل الوحيد الممكن لمنع حدوث مزيد من الخسائر البشرية ولتجنب المزيد من تفاقم الأوضاع ميدانيا. هذا وشدد الرئيس ميقاتي على أن الموقف اللبناني يلقى تفهما لدى جميع أصدقاء لبنان، وأن الاتصالات مستمرة في أكثر من اتجاه دولي وأوروبي وعربي لحماية لبنان ودرء الأخطار عنه. وقد اطلع رئيس الحكومة من وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب على حصيلة الاتصالات السياسية الجارية في هذا السياق أيضا، كما أجرى سلسلة اتصالات مع الوزراء المعنيين في إطار المتابعة الدورية لشؤون وزاراتهم. أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية عن تأخير عودة بعض رحلاتها إلى بيروت من مساء يوم الأحد في 28 تموز 2024 إلى صباح الاثنين في 29 تموز 2024، وتحديدا الرحلات التالية: لندن، كوبنهاغن، الدوحة، الدمام، دبي وجدة. وفيما راجت شائعات عن توجه إسرائيلي لضرب المطار أو محيطه، نفى رئيس مجلس إدارة الشرق الأوسط محمد الحوت للجديد هذه الأنباء. قمنا في كل الرحلات يلي بتوصل على وجه الصبح أخرنا وصولها لعدة ساعات لبكرة. السبب بذلك أنه ما منريد يكون في عدد طيارات كتير كبير بساعة معينة وبنفس الوقت بالمطار. يعني تدبير احترازي يتعلق بالتأمين لأكثر ولا أقل. لا، منا خايفين من ضرب المطار ولا عنا معلومات حول هالشي. لو خايفين كنا ما خلينا ولا طيارة. كلنا نتكل على الله إن شاء الله. الأمر يلي عم نقوم فيه من باب توزيع المقاطر التأمينية.
استبعد وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب فرضية أن يكون حزب الله قد نفذ الهجوم على قرية مجد الشمس في الجولان السوري المحتل، كونه منذ بدء النزاع في الجنوب لم يستهدف مواقع مدنية بل عسكرية فقط. وتوقع أبو حبيب أن تكون ضربة مجد الشمس من تنفيذ منظمات أخرى أو نتيجة خطأ إسرائيلي أو خطأ من حزب الله، داعيا إلى إجراء تحقيق دولي أو عقد اجتماع للجنة الثلاثية عبر اليونيفيل لمعرفة حقيقة الأمر. وفي تصريحات لراديو بي بي سي وعدد من وسائل الإعلام العربية والدولية، أكد وزير الخارجية رفض الجمهورية اللبنانية لاستهداف المدنيين في أي بقعة من بقاع العالم سواء كانت في قطاع غزة أو لبنان أو إسرائيل، بالإضافة إلى إدانة لأي طرف يستهدف المدنيين. كما دعا الوزير بو حبيب إلى التطبيق الكامل والشامل للقرار 1701 من الجهتين، مشددا على أن هجوما كبيرا من قبل إسرائيل على لبنان سيؤدي إلى تدهور الوضع في المنطقة واشتعال حرب أقليمية. خلال ترأسه قداسا إلهيا في الديمان، صلى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لتوبة المسؤولين السياسيين عن تعطيل انتخاب رئيس من دون سبب موجب ولغاية سيئة بنفوسهم، داعيا السياسيين واحدا واحدا إلى تحمل مسؤولية خراب البلد. إننا ندعوهم السياسيين واحدا واحدا إلى تحمل مسؤولية خراب البلاد بمؤسساته الدستورية وبالميثاق وبحالة الاقتصاد المنهار وبازدياد الفقر وهجرة خيرة شبابنا. إننا ندعوهم إلى اتخاذ قرار شجاع مثل زكا، مدركين خطأهم الكبير بحق الشعب اللبناني. صلوا صلوا أيها الإخوة والأخوات الأحباء من أجل توبة المسؤولين السياسيين عن تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية من غير سبب موجب ولغاية سيئة في نفوسهم. قال النائب هاني قبيصي وخلال افتتاح مهرجان الشهيد القائد حسن سبيت الرياضي في كرة القدم في كفرسير، ليس كل اللبنانيين يوافقون على مبدأ المقاومة والتحرير وحماية السيادة، وأضاف يختلفون بالرأي نعم، لكن البعض يعترض على ثقافة الدفاع عن الوطن ويترك الدولة تواجه مصيرا مظلما، مشيرا أن هناك من يستهزئ بثقافة المقاومة ورسالتها. عندما يعتدي عدو خارجي في كل دول العالم تجتمع معارضة وموالاة في موقف موحد يدافعون عن الأرض وعن الحدود، إلا في بلدنا لبنان مع الأسف هناك انقسام وهناك تخل مما أوصل الأمور إلى ما نحن عليه من ضياع وضعف للدولة وفراغ في سدة الرئاسة الجمهورية اللبنانية. إن دل هذا الأمر على شيء فإنه يدل على اللامبالاة بدماء الشهداء بالقيم وبالأخلاق. لهذا الجنوب رجال يحمونهم ولهذا الجنوب رجال يدافعون عنه. ومع هذا الخبر نأتي إلى ختام الجولة على المشهد السياسي.